This uh, is the seventh first century synagogue so far discovered. And it has many beautiful qualities. It's the most beautiful one. You can see the mosaics here. And you can see the frescoes. And you have this wonderfully carved stone. So it's the most ornate synagogue from the first century. But also, it's the first synagogue excavated where Jesus walked from his time. And in the Gospels, it says many times. Jesus preached and healed in the synagogues of Galilee. And this is the first one we have excavated. أعزائي رح أتكلم عن ظهور المسيح لمريم المجدلية، أه ظهور خاص لكن اخترت الموقع في الجليل على بحيرة طبرية في بلد جديدة بس اكتشفوها من كم سنة وابتدأوا بالحفريات اللي هي بلد مريم المجدلية مجدال تعني برج وهذه البلدة كانت بلدة الصيادين صيد السمك وكانت بلدة جميلة جدا أنا في المنطقة الشمالية وموجود داخل مجمع قديم ويعتبر واحد من أهم المجامع في الجليل بتشوفوا الفسيفساء الجميل وحتى الحيطان اللي عليها نوع من الفرسكو الدهان ما زال حتى يومنا هذا، والاعمده الاربعه، وطبعا المقاعد في هذا المجمع كيفيه الاجتماعات في ايام المسيح، واهم اكتشاف في هذا المجمع هذا الحجر يسمى حجر مريم او المنبر اللي كان على الارجح بحطوا عليه المخطوطات القديمه للقراءه او الوعظ. وطبعا عليه اشكال جميله جدا واحده من اهم الاشكال المناره المنوره اللي هي اقدم مناره موجوده الى يومنا هذا موجوده على هذا الحجر وفي نفس الوقت يعتبر هذا الاكتشاف اهم اكتشاف بعد مخطوطات قمران عند البحر الميت اللي اكتشفت سنه 1947 عدا عن المجمع اكتشفوا بلدة المجدل مريم المجدليه واكتشفوا طبعا المكفأوت اللي هي محلات الغسلات للتطهير بحسب العادات اليهوديه وطبعا اكتشافات اخرى منها الميناء القديم اللي عند البحر وان شاء الله في المستقبل رح نتكلم اكثر عن هذا الموقع لما بيكتشفوا اكثر من هذه الاكتشافات الحلوه.